هاي مستديرات التقاطعات الأكثر أميناً ولو نحن منشوفها شوي مشربكة إلى قانون خاص فيها، إذا التزمنا فيه منساهم بتخفيف مشاكل السير. السيارة اللي بدها تدخل المستديرة وتخرج منها على مسافة أقل من نصها لازم تلتزم اليمين، بعكس السيارة اللي بدها تخرج منها على مسافة بتزيد عن نصها لازم تلتزم الشمال. هالشي بيخلي السيارة تلتزم بخط معين وما تأثر على باقي السيارات. أكيد ممنوع الوقوف على المستديرات حتى مسافة 27 متر، وممنوع على المشاة إنهم يستعملوا الأرصفة أو الطريق ليركبوا الإليات وينزلوا منها ضمن نفس المسافة من المستديرة. المشاة عندهم دور كبير بتجنب الحوادث من خلال الاكتفاء بالممرات المخصصة إلهم. مين قال؟ كل شخص منا عنده مسؤولية كبيرة تجاه نفسه والآخرين خلال التجول. أنا قال، شوفكم بكره.